البيوت التراثية البغدادية تتعرض للتخريب، تتعرض للدمار، من يتحمل مسؤولية فقدان العشرات أو المئات من هذه البيوت؟ حقيقة موضوع البيوت التراثية يعني في بغداد وفي العراق بصورة عامة، هي ليس في بغداد وإنما لدينا هناك كم هائل من البيوت التراثية في البصرة وفي الموصل وفي ديالى وفي الأنبار وكل محافظات العراق، كل واحدة لها خصوصية التراثية تعبر عن ثقافة المجتمع المحلي اللي عاش في الفترة الزمنية، فتلاحظ هنا خصوصية الأبنية التراثية في كركوك تختلف عن الموصل، الموصل عن بغداد. مسألة اللي يحصل في تجاوزها الأبنية التراثية، كما تعرف أن البيوت التراثية الأغلبية يعني من تعود ملكيتها إلى ملكيات خاصة يعني إلى مواطنين، لذلك احنا كدولة ما عندنا الصلاحية او ما عندنا المنفذ القانوني لتخصيص مالي لصرف اعمال صيانة او استملاك او الترميم لهذا. هذا صار قد الوضع ماكو صرف مالي من كم سنة من فترة زمنية؟ والله هو التخصيصات المالية ما لها علاقة، انه عند اعطيك المنفذ القانوني او الوجهة القانونية، انه احنا حتى لو لدينا هسه مبالغ مالية لاعمال الصيانة، طيب البيوت الخاصة اللي هي بيوت تراثية تعود ملكيتها الى اشخاص ومواطنين عاديين، احنا بموجب قانوننا ما يسمح لنا ان نصرف عليها كترميم، وانما الترميم والصيانه فقط على البيوت التراثيه تعود ملكيتها الى وزاره الثقافه. طيب يعني البيوت اللي عندها ملكيه ان كسند قانوني نستطيع ان نصرف عليها كاعمال صيانه، اما بقيه البيوت التراثيه كما ذكرت لك البعض منها تعود لاملاك لوزارات عراقيه، امانه بغداد، الاوقاف سواء كان الوقف السني او الوقف الشيعي. طيب خلينا نحكي عن البيوت الخاصه، الملك الخاص، البيت التراثي الخاص. يعني انتم ما تقدر ما تصرفوا له اموال حتى يرمم، صح؟ تمام. زين، لا تصرفوا له اموال يرمم وتجبروه انه ما يهدم. لا، بموجب قانون الاثار 55/2002 وضع على الجهات التشاركيه، الجهات التشاركيه بهذا القانون هي امانه بغداد، طيب، الحكومات المحليه في المحافظات، طيب، زين، ديوان الاوقاف سواء كان الوقف السني والشيعي، مسؤوليه الاستملاك لهذا الابنيه اذا كانت متميزه مع المواطنين، اذا كان بيت متميز، طيب، زين، وبيه خصائص عماريه، زين، وضعت القانون، وضع القانون 55/2002 على هذه الجهات التشاركية واجبات استملاك لهذه الأبنية التراثية. طيب، على اعتبار أنه الآثار ما عندها موازنات مالية، وأنه هذه الجهات التشاركية ثلاثة هي المسؤولة على وفق أعمال قانون لو وفق اتفاق؟ قانون 55/2002. زين، مسألة سؤالك يقول ليش المواطن انتم لا تخلوا انه يرمم ولا انتم تعطوه فلوس؟ لا، موجوده بالقانون، وضع على هذه الجهات يعني الحكوميه وما بذلك على الحكومه المركزيه انه طيب تنطي منح قروض لاصحاب البيوت التراثيه، لكن هذه طيب الفقره غير مفعله الى الان. خاطبنا جهات اصحاب العلاقه سواء بالامانه او في وزاره الماليه، يا اخوان فعلوا هذه الماده القانونيه، طيب، انه صاحب البيت التراثي اللي يمتلك بيت تراثي انه نعطيه قرض مالي معين انه يرمم بيته، اذا احنا ما نرمم اذا انطوه، فعلوا هاي الماده القانونيه وموجوده بالقانون. لا احنا متفضلين على المواطن ولا المواطن احنا مثلا مقصر اتجاهه. قانون الاثار ثبتنا هذه الماده انه الجهات التشاركيه ذكرت لك اياها مع وزاره الماليه اكو باب ماده قانونيه في قانون الاثار هذا انه المواطن اللي عنده بيت تراثي حق انه احنا نعطيه مبالغ لغرض الترميم. بس دكتور، هاي هذه الجهات والمؤسسات وحده ترمي مسؤوليتها على الثاني، وبالتالي المواطن واقع اكو فيه قصور. انا اقول لك الحقيقه قصور بفهم القانون وقصور بتنفيذ فقرات القانون وقصور، طيب، ايضا في فهم التراث الثقافي العراقي. اكو مشكله احنا احيانا يكون بعض الجهات ما معنية يقول لك أنا بالتراث، يعني أكو وزارة معينة وأكو جهة مسؤولة عن التراث، أنا ما لي علاقة بالتراث، فالكل أو البعض منهم يخلي مسؤوليته، وحقيقة هاي هي مسؤولية تشاركية، هي ليس مسؤولية طيب وزارة الثقافة ولا مسؤولية هيئة الآثار. التراث العراقي هي هوية وطنية وهوية كل الشعب العراقي، فكل مسؤول عنها سواء كنا كمواطنين أو كجهات مسؤولة عن حماية التراث أو كجهات هي لها صلاحية التدخل لحماية التراث سواء كانت وزارات أو هيئات أو حكومات.